هلا عندنا رمضان وعندنا الاكلات الزاكيه، كلنا محتارين ايش بدنا ناكل على الفطور او على السحور. مشان هيك باكلتنا اليوم بدنا نقولكم شوي من الاختيارات اللي ممكن تاكلوها وتعملوها بطريقه شوي اقل بالسعرات الحراريه ونضمن انه عم ناكل اشياء زاكيه. اول ما يقدم ناكل 3 تمرات، بنشرب كاسه المي او كاسه اللبن، بنقوم بنصلي وبنرجع بنشوف السفره، بننقي كوب من الشوربه اللي موجوده قدامنا سواء كانت شوربه عدس او شوربه خضار او شعريه. بعدين بننقي السلطه، ناكل صحن منها فتوش، سلطة جرجير، تبولة أو أي نوع من أنواع السلطات اللي موجودة قدامكم. بنشوف المقبلات وما بنقدر نقاومهم، مشان هيك بنفضل نكون المقبلات طابخينها بطريقة صحية، محاولين نشويها ما نقليها عشان نقلل من السعرات الحرارية. إيش المقبلات؟ بنقدر ناكل سمبوسك أو بنقدر ناكل كبة، بنقدر ناكلهم مع لبن بخيار أو حمص، بنقدر نغمسهم يكونوا فعلياً محشيين حمص أو محشيين خضار أو محشيين لحمة أو محشيين جبنة، نقدر ننقي أي نوع منهم. بعدين بدنا نشوف الأكلات الرئيسية، إيش الأكلات اللي إحنا بنقدر ناكلها. أنا شخصياً بفضل هذا الصحن واللي هو المخشي. كيف نقدر نعمل المخشي؟ نقدر نشوي الكوسة ما نقليها، نقدر ننقي اللحمة اللي جواتها تكون مشفية وما فيها سعرات حرارية عالية جداً، فيها لبن ما فيه سعرات حرارية كمان عالية، منقلل الملح ومننبسط بالوجبة. بعدين بدنا نحلي، بإيش بدنا نحلي؟ فواكه، قطايف مشوية أو الرايس كيكس اللي عليها زبدة الفول السوداني مع نوع من أنواع الفواكه اللي هي الموز أو الفراولة، بنكون فشينا قلبنا وأكلنا إشي من الأشياء الحلوة. طيب بدنا نتسحر يا مجد، إيش ناكل على السحور؟ نقدر نعمل تشيكن باي أو فطيرة الدجاج، المهم بدون كريمة وبدون حليب وبدون جبنة، نحط فيها دجاج وخضار. أو الأوبشن الثاني لفائف البيف رابس أو الشاورما اللي إحنا بنقدر نحط جواتها تبولة أو ستيك. محتارين ومش عارفين شو تاكلوا؟ تقدروا توصوا أكلكم من ذا نيوتري بوكس، تضمنوا أكل صحي قليل بالسعرات الحرارية، ورمضان كريم عليكم.